الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا وإياكم من النار ومن غضب الجبار. عباد الله، اتقوا الله عز وجل، فإنها وصية رب العالمين للأولين والآخرين، لنا ولمن قبلنا، إذ يقول رب العزة جل جلاله وعم نواله، وهو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، يقول ربنا جل جلاله في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة والنار حق، دخل أو أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نؤمن بالمسيح عليه السلام، عيسى عليه السلام؟ هذا السؤال العظيم هو عنوان خطبتنا اليوم، وأركانها أركان الجواب عن هذا السؤال ثلاثة: مولد المسيح عليه السلام، وإيماننا بالمسيح عليه السلام، ثم ما علاقتنا بالمسيحيين، أو كيف تكون العلاقة بيننا وبين المسيحيين. هي ثلاثة أركان، من خلالها نجيب عن هذا السؤال العريض: هل نؤمن بالمسيح عليه السلام؟ ولادته عليه السلام من أمه مريم. ربنا يقول عن مريم في آيه الكريم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. هذه أولا: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. ويقول ربنا: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، اعتزلتهم. واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا. هذه المراه المؤمنه التقيه الزاهده العابده الورعه اعتزلت قومها واتخذت من دونهم حجابا. يقول ربنا: فارسلنا اليها روحنا. الروح، المسيحيون يقولون الله الابن الروح. الروح هنا نحن أيضا نقول بالروح من خلال قول ربنا، ولكن ما المقصود بالروح؟ هو جبريل عليه السلام. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، إنسان كامل مكتمل من جهة أو من حيث الخلقة والخلق، مكتمل. فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك. لا يهمها إن كان جميلاً أم غير جميل، هي تبدلت بالله، اعتزلت هؤلاء الناس. من أنت؟
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، معناه أنني أستجير بالله وأتعوذ بالله منك إن كنت تقيا، إن كنت تخشى الله، إن كنت تعرف هذا الله جل جلاله. يعني لا شيء بيني وبينك، ابتعد عني. قال إنما أنا رسول ربك لي هذا لك غلاما زكيا، ليهب، وبرواية حفص لأهب، ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، كل شيء هين على الله، إنما أمره إذا أراد شيئا لم يقول له كن فيكون، لا يحتاج إلى فعل شيء، إنما قوله كن فيكون. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. نفخ لها في جيبها على صدرها فحملت، يقول ربنا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. من هنا أخرج رسالة إلى الكثير من الناس، الذي حينما تحمل زوجه ويراها ستره يخشى الفقر، يخاف من هذا الولد الذي سيأتيه، يقول مالي ولهذا الولد سيدق علي الشماء، لي من الأولاد 4، 5، 6، حالي فقير، لا بد من الإجهاض. هكذا يفكر الناس، هكذا قالت ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني. لذلك حينما يقع لك مثل هذا الامر، او ترى انسانا في هذه الورطه يعيش هذا الصراع الداخلي مع نفسه، بشير قل له لا تحزن، الا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جليا. سيعطيك الله جل جلاله من حيث لا تحتسب، وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جليا، فكلي واشربي وقري عينا، فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما، صمت عن الكلام، فلن اكلم اليوم انسيا. فاتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم نحن نعرفك يا ابنة عمران، أنت لم تزني وأبوك كان رجلا صالحا، فمن أين جئت بهذا؟ لقد جئت بشيء ثريا. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، هذا الطفل الصغير، هو طفل جريج، قصة جريج، وطفل في قصة الغلام، اصبر يا أمة فإنك على الحق، تكلموا في الله، هؤلاء ثلاثة. هنا فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. أول ما نطق به قال إني عبد الله، وهذا ما سنبينه في الأمر الثاني مدى إيمان الله. لم يقل أنا ابن الله، إنما قال أنا عبد الله. آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة إلى آخر الآية. إذا بما أنه ولد من أم بلا أب، قالوا أو قال المسيحيون حينها أنه ابن الله، وبعضهم قال أنه الإله نفسه، وبعضهم دخلوا في مسألة التثبيت الله الابن الروح. جيد، هل الله جل جلاله يحتاج إلى أن يكون له ولد؟ وإن كنا سنناقشه على أنه ابن الله، فلماذا لا نناقش أولا آدم عليه السلام الذي خلقه الله من غير أب ولا أم؟ الله تعالى لا يحتاج، لو كان الله جل جلاله وهو متنزه عن كل هذا، وإنه تعالى جد ربنا، يعني عظمة ربنا مع عظمته وكبريائه، ما اتخذ صاحبة ولا ولد. إن كان الله يحتاج إلى ولد مثل عيسى عليه السلام أو غيره، إذا هذا نقص في حقه، وهذا أمر مستحيل في حقه جل جلاله. ما دام يحتاج إلى الابن، ما دام يريد الابن فهو محتاج. والله جل جلاله من صفاته أنه لا يفتقر لأي كان. إذا هذا واضح في حقه جل جلاله. ولو أراد الله أن يتخذ ابنا لاتخذ أبناء. إذا هو متنزه عن كل هذا. ونحن نقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، كان قبل البداية وسيبقى حتى بعد النهاية، ربنا جل جلاله كان وسيبقى.
ولذلك تتعلق به كان انه كان وما زال وسيبقى ربنا جل جلاله. اذا هذا الامر الاول ولاده المسيح عليه السلام انه من ام من مريم عليه السلام. ما مدى ايماننا بالمسيح عليه السلام؟ هؤلاء كفروا، لقد كفر الذين قالوا كفروا بإيمانه، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. في آية أخرى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. رأيتم أين كيف ينظر إليه هؤلاء؟ نحن نؤمن به كنبي وعبد ورسول. والحديث الذي ذكرته لكم في المقدمة يبين لكم قيمة هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق دخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. ستختار أنت من أي باب ستدخل لأنك آمنت بعيسى، آمنت بمحمد، آمنت بجميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. ولذلك على الإنسان أن يعلم هذا، نحن لا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وحده، نحن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل. ولذلك في حديث جبريل قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا أمر واضح. فهؤلاء اختلفنا معهم في مسألة الإيمان، هم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكننا نحن نؤمن بمحمد ونؤمن بالمسيح عليه السلام. حتى قال احد في مناظره مع المسيحي واليهودي قال لهم، قال اليهودي نحن من سندخل الجنه لاننا امنا بموسى، وقال المسيحي نحن امنا بعيسى سندخل الجنه وحدنا، فقال المسلم سندخل الجنه معكم. ان دخل اليهودي او من امن بموسى وحده فنحن قد امنا بموسى ايضا سندخل معه، وان دخل المسيحي سندخل معه، وان دخل المسلم فلن تدخلوا انتم معه لانكم لم تؤمنوا بماذا؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. اذا نحن نؤمن بكل الانبياء، ولكن في مساله الايمان نحن نؤمن بعبد ورسول ونبي، وهم يؤمنون به ابن لله جل جلاله او ابن الله جل جلاله، وهذا يستحيل في حق الله جل جلاله. لكن ما علاقتنا نحن في ظل هذا الايمان بالمسيح عليه السلام؟ وما علاقتنا نحن بالمسيحيين؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أيها الأحبة الكرام، تعالوا معي لننظر إلى المسيح عليه السلام أولاً ماذا يقول؟ أي القرآن يبين لنا ذلك؟ وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، هذا عيسى عليه السلام مصدقاً لما بين يدي من التوراة، ها؟ عيسى موسى عليه السلام الكتب السابقة، مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول ياتي من بعدي اسمه احمد. رايتم؟ انظروا الى خطاب هذا النبي العظيم المسيح عليه السلام كيف يخاطب، ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد. وكتب والكتاب كتاب الانجيل حرف وبقيت منه اربعه نسخ كما هو معروف، ولكن ما زال فيه بشاره، حتى لو من قرا بشارات عيسى عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت، حتى حينما يعبر عنه بالبرقليط يعني يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انه في كتاب يوحنا يقول له المسيح عليه السلام لو لم انطلق لما جاء البرقليط، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لو لم انطلق لو لم امشي انا لانه سياتي بعدي انا. والمسيح عليه السلام كما هو معلوم انه لم يموت وانما رفع، انما هم ارادوا قتله هذا معروف، وتكلموا في امه بهتانا عظيما وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ها؟ ولكن في الحقيقه نقول بل رفعه الله اليه وسيعود في اخر الساعه مساقا لقول ربنا وانه لعلم للساعه، وفي روايه وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. ما يهمنا الان؟ نحن ننظر كيف يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام. تعالوا معي لننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن.
ربنا يقول قل يا أهل الكتاب، انظر محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا، يا أهل الكتاب لغة راقية، يا أهل الكتاب الآن نحن يا كفار يا مجرمين يا كذا يا كذا، صراعات قائمة إلى حدود الآن على الانتهاء. انظروا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، انظروا أنت تدرك الحقيقة وتعلم أن الإسلام هو دين الحق، فلماذا تبدأ دائما بالسيف وبالسلاح وبالقتل؟ ابدأ بالكلمة، لك الشيء الأقوى. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا عيسى يا أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الذي ينقصنا نحن هو أن نبين لهم هذه الرسالة عن الإسلام وكيف للإسلام وكيف يأمرنا الإسلام بأن نعاملهم وأن نتعامل معهم، هذا الذي ينقصنا. لكننا دائما نسعى الى ان نقول علينا ان نكرههم حتى يدخلوا في ديننا. ربنا يقول لا اكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين. اردت ان تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم مرحبا، اذا لم تؤمن لك شانك، ذاك شانك. وربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اذا انت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا لا ابدا، ان عليك الا البلاغ وما علينا نحن إلا الدعوة إلى الله. لكن من شدة جهلنا أننا نسعى إلى أن نقتله في عقر داره. لماذا؟ لأنه مسيحي، لأنه يهودي، لأنه غير مسلم. الجهل، شدة الجهل. لا نخشى الفقر على أمتنا ولكننا نخشى الجهل على أمتنا، لأننا سنخرب بلادنا، نخرب إنسانيتنا، نخرب أمتنا، نخرب ديننا، نخرب كل شيء. وقد رأيت ما حدث قبل أيام. بأي غزو سيقتل هؤلاء؟ اسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء: ألا من ظلم معاهدا، احفظوه، ألا من ظلم معاهدا أو نقص منه، ألا من ظلم معاهدا أو نقص منه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير قيد نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. تعرف من الذي سيحاجبك امام الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لكن هؤلاء للاسف الشديد تجاوزوا هذا حتى بدنا نخشى على انفسنا. نقول لك علي عبيد قال كذا وكذا، الخطيب فلاني قال كذا وكذا، هذا فلان هذا كافر هذا يقتل هذا يقتل، حتى بدنا نخشى على انفسنا. يقتلون من يقول لا اله الا الله. ما بالك أن تقتل رجلا يقول لا اله الا الله في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيوت الله، يفجرون الاماكن ويضربون ويعتدون، ان تاتي يوم القيامه وبجانب هذا الذي قتلت لا اله الا الله محمد رسول الله، تقول لك لقد كان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، تريد الجنه بهذه الطريقه؟ والله هذا الكلام صحيح، صدقوني، نحن نحتاج إلى أن ننظر إلى الإسلام نظرة أخرى غير التي ورثناها في الوراثة أو أخذناها في الوراثة، نحتاج إلى أن نتمعن في دراسة الدين. بلدنا الحبيب هذا يسعى متفتح، يسعى إلى أن يري للناس نظرتنا للإسلام وإلى النظرة الحقيقية للإسلام. اعتدنا هذا، عاش اليهود والمسيحيين والمسلمون، هذا يجاور هذا في بلادنا، وما عرفنا هذا. عبر التاريخ من يقرأ يجد هذا، ولا تعجب من هذا. محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ كان يعيش مع التاريخ هذا. لكن للأسف الشديد حينما لم نعرف الدين ولم نعرف جوهر الدين أصبحنا نفعل مثال الله، حتى أن الشباب الآن تراهم على مواقع التواصل الاجتماعي يكتب يريد أن يبرهن ويريد أن يثبت على أن الإسلام بريء من كل هذا. أرأيتم أين وصلنا؟ حينما يصبح الإنسان يريد أن يثبت لنفسه أولاً على أن الإسلام بريء من كل هذا، للأسف الشديد.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، نسأل الله تعالى أن يصلح أمتنا وشبابنا، نسأل الله تعالى أن يعيد بنا إلى دينه القويم وإلى سبيله القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعد نسائنا موفقا من الشر معصوما. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، وارحم من علمنا وارحم من له الحق علينا، وارحم بفضلك يا رب جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك قريب سميع مجيب الدعوات، تابع بيننا وبينهم بالحياه. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين للسائرين على هذا المسجد والمصلين فيه. نسأل الله تعالى أن يوفق كل البلاد لعمل الخير، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا فقد لا نلتقي مرة أخرى، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر ملك المغرب محمد السادس، اللهم انصره نصرا عزيزا قيس الدين، وترفع به راية الإسلام والمسلمين. اللهم فضل في كافة أسرته الشريفة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.